بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الخاطئة بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه، فاتقوا الله وراقبوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه، واذكروه ولا تنسوه، واشكروه ولا تكفروه. واعلموا أن الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه إلى الصراط المستقيم، أنزل عليه كتابا يتلى الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عجبا لهذا الإنسان المسلم، كيف يضل ويشقى ومعه هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الله سبحانه وتعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عباد الله، حديثنا اليوم عن دور المربين في إعداد جيل الغد وإعداد قادة المستقبل. ما هو دور المربين؟ هل قاموا بدورهم حق القيام؟ وهل أدوا واجبهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى؟ وهل أخذوا هذه الأمانة كما ينبغي؟ وهذه الهبة من الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنة من سننه بأن تكون هناك أجيال وذريات، هل قاموا بدورهم حق القيام؟ وهل مخرجات اليوم التي نراها في الساحة هي ما هي إلا نتاج ما قام به الأولون؟ يا ترى هل نحن راضون بما نرى في شبابنا؟ هل نحن راضون بما نرى بما يجري في الشارع؟ هل المجتمع العماني والمجتمع العربي والمجتمع الإسلامي راض بالمخرجات التي أخرجت؟ هل نرى هذه الأمة قد تبوأت مكانتها التي أعدها الله سبحانه وتعالى بأن تكون في المقدمة وأن تكون في الريادة وأن تكون في الإمامة وأن تكون منتجة وأن تكون عالمة وأن تكون متعلمة وأن تكون مبتكرة؟ هل الأمة تبوأت مكانتها بسبب هذه المخرجات، أم أننا ما نراه هو مخالف لذلك؟ إن كان الأمر كذلك، إذن فإن للمربين فرصة بأن يعيدوا حساباتهم وأن يروا في أنفسهم: يا ترى هل قاموا بحق حق القيام؟ وهل تأهلوا لهذه المهمة؟ وهل هم من يستحق هذه المهمة؟ أم أننا إذا تركنا أجيالا هكذا فإنهم يكونوا عرضة لما نراه من الثقافات المختلفة التي هي دخيلة على مجتمعاتنا، دخيلة على قيمنا ومبادئنا، بل هي مدمرة في كثير من الأحيان. عباد الله، وقفة صادقة مع أنفسنا لننظر إلى الأمور، إذ أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نراجع حساباتنا في بين حين وآن. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. ويقول جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لنقف وقفة ولننظر إلى المعايير التي من خلالها نستطيع أن نقيس الأمور. يقول علماء الحضارة: إذا أردت أن تعرف المجتمع وأردت أن تعرف مكانة المجتمع وأردت أن تعرف المجتمع هل هو من المتقدمين أم متأخرين، هل هذا المجتمع ناجح أم لا، فانظر إلى شبابها، وانظر إلى شبابها في ثلاثة أشياء. وقفة مع هذه الأشياء الثلاثة: أولاها، انظر إلى شبابها في ثقافتها. انظر إلى شبابها في ثقافتها.
ما هي الثقافة السائدة بين شبابنا وبين بناتنا؟ ما هي الثقافة السائدة بين شباب العرب وشباب الإسلام؟ هل هي ثقافة تؤهلهم لأن يكونوا قادة؟ هل هي ثقافة وهم يتحملون مسؤولية الأمة؟ هل هي ثقافة وهم يحسون بأهمية العلم والعمل؟ هل هي ثقافة مبنية على مراقبة الله سبحانه؟ هل هي ثقافة نفرح بها لأنهم أصبحوا قادة وهم في مقتبل العمر؟ ما هي الثقافة السائدة لو جالسنا الشباب في مجالسهم؟ هذا سؤال والجواب معلوم. النقطة الثانية عباد الله، يقول علماء الحضارة: إذا أردت أن تعرف الشباب أو المجتمع فانظر إلى شبابها في إنجازاتها، ماذا أنجزت، ماذا حققت، ماذا أنتجت. وهذا الجواب معلوم لدى الجميع، فأمتنا أمة مستوردة، أمتنا أمة مستهلكة، أمتنا أمة اتكالية، أمتنا أمة لا تدري إلا الطلب، أمتنا أمة لا تدري إلا ما هو حقي، ولكن ما هو واجبي فهو مفقود. وهذا الكلام معلوم عند القريب قبل البعيد. إذن هذا هو نتاج ما زرعنا ونتاج ما ربينا، وهذه هي النتيجة التي نحصدها اليوم. النقطة الثالثة عباد الله، انظر إلى شبابها في كيفية استغلال أوقات فراغها. انظروا إلى الشباب كيف يقضون أوقات فراغهم، فإذا ما وجدناهم وقد اشتغلوا باللعب واللهو، وقد اشتغلوا بالتسلية ومضيع للوقت، فاعلم بأن هذا هو نتاج ما زرعنا، وهذه هي الحصيلة التي ننالها. إذن إن كان الأمر كذلك فأين الخلل؟ عباد الله، الطفل لابد أن نبدعه منذ الطفولة، فلا نصلح الشباب الآن وقد أفسدهم الدهر. الطفل هذا يتأثر بأربعة، واسأل نفسك أيها المربي هل لك دور في هذا؟ الطفل يتأثر بأربعة منذ نعومة أظفاره: يتأثر بالبيت وما يشاهد في البيت، يتأثر بالوالد والوالدة، يتأثر بالإخوة والأخوات، يتأثر بالشغالة وغيرهم، ثم بعد ذلك يتأثر بالإعلام. الإعلام له دور في تربية أبنائنا. رقم ثلاثة: الشارع، عندما يختلط بأقرانه وزملائه، عندما يذهب إلى المساجد وإلى الأماكن العامة، فإنه يتأثر بما يرى. والمنطقة الرابعة أو المؤثر رقم أربعة هي المدرسة. فهل هذه الجهات الأربعة، ماذا قدمت هذه الجهات الأربعة في تربية أبنائنا؟ فلنبدأ من البيت. ماذا فعل أولياء الأمور في بيوتهم؟ انقسموا الناس في بيوتهم إلى ثلاثة أقسام، اسأل نفسك إلى أي الأقسام تنتمي. قسم فرط في التعامل مع هذا الطفل، فكان قاسيا، لا يتعامل معه إلا بالعصا، لا يتعامل معه إلا بالضرب، لا يتعامل معه إلا بالنقد، لا يتعامل معه إلا بالسب والشتم. جعل من هذا الولد عبء، ورأى من هذا الولد خوف، ورأى من هذا الولد خطر، فلا يتعامل معه إلا بالقوة، لا يتعامل معه إلا بالسلطة، لا يتعامل معه إلا بالقهر، لا يتعامل معه إلا بالتسلط على هذا الولد. من يفعل هذا يفقد ابنه. هذا منبوذ في الإسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واصفحهم وشاوره في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قسم آخر أهمل ولده بالكامل، فتركه هكذا عرضة لغيره، فهو مشغول في وظيفته،
مشغول في تجارته، مشغول بأصحابه، مشغول بأسفاره، مشغول بكل شيء إلا بيته. رأى من مسؤوليته أن يوفر لهم البيت، المأوى والمأكل والملبس والشراب والطعام والقليل من المصروفات، ثم تنازل عن مسؤولياته ظانا بأنه قد قام على بواجبه حق القيام. هذه ليست تربية، إنما هذه أمانة. هذا الإنسان أهمل هذه الأمانة وسيسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة. وقسم ثالث أخذ الأمور بالتوازن بين إفراط وتفريط، بين القوة واللين، بين أن يكون معهم وأن يكون بعيدا عنهم، يتابع الأمور عن كثب، يهتم بهذا الأمر لأنه علم أنها المسؤولية. أخذ من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ من القرآن، فمن القرآن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس يوم يقودها الناس والحجارة. وعلم من قول الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، أسأل سؤالا ونحتاج إلى جواب. من أراد أن يتخصص في مجال ما، من أراد أن يكون مهندسا وطبيبا ومحاميا وتاجرا، ومن أراد أن يكون سياسيا أو اقتصاديا أو في أي مجال ما، وحتى إذا أراد أن يكون قائدا للمركبة، ما نسميه باللغة المحلية دريون سائق، كم يحتاج من التأهيل وكم يحتاج من التدريب حتى وكم يحتاج من عمل تحت إشراف حتى نعطي هذا الإنسان هذا اللقب بأنك أنت سائق، أنت مهندس، أنت طبيب، أنت محامي، أنت اقتصادي، أنت سياسي؟ كم جلس في مقاعد الدراسة حتى ينال وسام هذا الشرف وهذا اللقب؟ وكم خاض من الامتحانات حتى يقال لهذا الإنسان على أنه مؤهل؟ والسؤال هنا: أيها المربون، أيها الآباء وأيتها الأمهات، كم عدد الساعات طلبتم العلم في التربية؟ كم ساعة جلستم في مقاعد الدراسة تتعلمون معنى التربية في التعامل مع هذه الطينة، مع هذه العجينة التي أتتكم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحن نؤثر في أبنائنا، يا ترى أي المؤهلات عندنا في التربية؟ أم أننا نأخذها بالبركة؟ فلنرجع خطوة إلى الوراء لنجد بأننا قد قصرنا حق التقصير في التربية. إذا نحتاج إلى دروس، نحتاج إلى محاضرات، نحن نحتاج إلى معاهد، نحتاج إلى ورش أعمال، نحتاج إلى حالة استنفار في إعداد أوراق التربية، كيف نربي أبناءنا كما ينبغي. ثم نأتي إلى الإعلام. ماذا فعل الإعلام؟ عندما غاب إعلامنا عن هذا الدور، فإن إعلام غيرنا قد أتى ليدمر أبناءنا. أين قناة الأولاد في بلادنا؟ فالقناة لها دور، سواء كانت قنوات التلفزيون أو هذه الشبكة أو غيرها، فالقناة لها دور كبير. فلا نتركهم هكذا أمام هذا الجهاز دون رقيب، ولا نحتاج إلى أن نتطرق إلى هذا الأمر بكثير. ثم نأتي إلى الشارع ونسأل: دور المساجد في تربية أبنائنا، لماذا اقتصرت المساجد على الصلاة التي نصليها في كثير من الأوقات بدون خشوع؟ ندخل المسجد ولا ندري من صلى بجانبنا، ندخل المسجد ولا ندري حال جارنا،
ندخل المسجد ولا ندري أحوال أمتنا، ندخل المسجد وكأننا داخلون إلى ساعة نقضي فيها أمرنا ثم نخرج. المساجد لم توجد من أجل ذلك، إنما وجدت كمكان يجتمع فيه المسلمون ليتعارفوا بعضهم بعضا وليعرفوا أحوال الأمة. فالمسجد مدرسة، والمسجد برلمان، والمسجد جامعة، والمسجد يربي قبل أي شيء آخر. لأن الإنسان إذا أتى إلى هذا المسجد فإنه آت إلى بيت الله. من هذه المساجد تخرج الصحابة، من هذه المساجد تخرج العلماء، من هذه المساجد تخرج المجاهدين، من هذه المساجد تخرج العباقرة وغيرهم من ذلك. فلماذا اقتصرت المساجد اليوم على ركيعات نركعها لا ندري ما نقول فيها، لا خشوع في ركوع ولا سجود ولا تلاوة ولا جلسة علم بعد ذلك؟ إنما هذا سبب تقصير المساجد في دور تربية أبنائنا. ثم نأتي إلى المدارس ونسأل ماذا فعلت المدارس. المدرسة هي وزارة تسمى وزارة التربية قبل أن تكون وزارة التعليم. فكيف أعددنا المعلمين في التربية قبل أن نعدهم في التعليم؟ لماذا مخرجات الجامعات التي تذهب إلى التربية هي من أدنى المخرجات؟ الذي فشل في العلم قلنا له كن معلما، ولا نعم ذلك على جميع المعلمين. وإذا جاء هذا الإنسان يكون معلما، هل هي وظيفة أم هي أمانة ومسؤولية؟ الغالب يقول بأن أكثر المعلمين أو جل المعلمين أخذوها وظيفة، لا وجدوا عناية ولا تأهيل ولا تدريب، ولم يجدوا في الوظيفة شغف ولم يحسوا بالمسؤولية. فمخرجات المدرسة نعاني منها، وأصحاب العمل يشتكون بل ويتذمرون من مخرجات عمانية تخرج إلى الأسواق. وفي النهاية نقول ست جهات مسؤولة في تربية أبنائنا، ولكل جهة دور مهم. أولاها البيت، ثانيها المسجد، ثالثها المدرسة، رابعها الإعلام، خامسها النوادي. فهذا النادي له ثلاث صفات: ناد ثقافي، اجتماعي، رياضي. وليس نادي رياضي فقط، ثقافي اجتماعي، ثم تأتي الرياضة. والجهة الأخيرة هي الجهة المسؤولة في تشريع القوانين وفي وضع القوانين من الوزارات والحكومات والمجالس بأن تقوم بهذا الدور. عباد الله، حالتنا تدعو إلى استنفار. حال أوضاعنا وشبابنا يتخرجون في كل سنة لا تستطيع الأسواق أن تستوعبهم كما هم، فهم إما أن يتحولوا إلى عالة ويتحولوا إلى خطر ويتحولوا إلى طاقة مدمرة، وإما أن تكون هناك حالة استنفار. نبدأ من بيوتنا لنعلم بأنها مسؤولية حتى نستطيع أن نوجه شبابنا إلى الخير ومجتمعنا وشبابنا فيهم الخير. إلا أنهم يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى تأهيل، يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى عناية حتى يكونوا منتجين. ففي كل إنسان خير، كيف نقتنص هذا الخير؟ كيف نعتني بهذا الخير؟ كيف ننمي هذا الخير لتأتي الثمار بعد ذلك؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا الله العظيم يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء المرسلين وأفضل خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، حتى لا نتوقف عند المشكلة، نحن في أمس الحاجة إلى حل. من أين نبدأ؟ وكيف نبدأ؟ ومن يبدأ؟ ويا ترى على ماذا نركز؟ وكيف نستطيع أن نضمن النجاح؟
وما هي المؤشرات والدلائل التي تبين لنا بأننا في طريق الصحيح ونحن نمضي الخطوات ونقضي هذه الرحلة؟ يا ترى كيف نستطيع أن نقيس نجاحنا؟ والجواب على ذلك إخوتي في الله، علينا أن نركز على ثلاثة أشياء. أولاها أن نغرس في أبنائنا وبناتنا منذ نعومة أظفارهم المبادئ والقيم، المبادئ والقيم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وشرعها الله سبحانه وتعالى وتمثل بها وعلمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهذه المبادئ لا نخاف على أبنائنا، إن تمسكوا بهذه المبادئ وعاشوا عليها فهم قد حموا أنفسهم ولا يستطيع أن يكونوا عرضة للغزوات التي نغزى بها من كل حدب وصوب. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله ثم لا تبالوا متى ماتوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ومعلما كيف لنا أن نعلم أبناءنا، ها هو يقول لعبد الله بن عباس وهو غلام، يقول لعبد الله بن عباس وهو غلام: يا غلام إني معلمك كلمات، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتمه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا قد كتمه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يربي الأجيال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، علموا أولادكم الصلاة لسبع. طيب قبل سبع ماذا أعلمه؟ السؤال هنا الحديث: علموا أولادكم الصلاة لسبع، قبل سبع ماذا أعلمه؟ المبادئ والقيم التي ذكرناها. واضربوهم عليها لعشر، إن أنت قمت بواجبك على مدار ثلاث سنوات ترافق ابنك إلى المسجد تعلمه بالترغيب بعد ثلاث سنوات عندما يكون عمره عشر سنوات، إن كان متمردا رافضا فلك الحق أن تضربه ولا تضربه قبل عشر سنوات. والضرب لا يكون مبرحا بدون أن تجهه، بدون أن تترك فيه أثر، إنما بقدر ما يستطيع أن يعود إلى صوابه. الآباء الكثيرون يشتكون من أبنائهم، يقول: ابني قد تمرد، ابني ترك الصلاة، ابني لا يحافظ على دراسته، ابني يخرج إلى الشارع، ابني يفعل كذا، ابني لا يسمع الكلام، ابني يرد علي، ابني قاس على إخواني، ابني كذا. ثم نسأله: ماذا فعلت فيه في طفولته؟ أهملته، وهذه هي النتيجة. حالة السنفار إخوتي في الله في المبادئ والقيم لا تقتصر على البيوت، لا بد أن تشارك الجهات الستة في هذا المجال. نريد أن نرى إعلاما في المقروء والمكتوب والمسموع، وفيما نشاهد أن تكون هناك برامج تبين ما هي المبادئ والقيم التي من خلاله ينبغي أن نعيش عليها. مثلا القراءة، الاحترام، احترام القريب والبعيد، التعاون، الإنتاجية، الإخلاص، التواضع. نحتاج إلى هذه الصفات، بدأت تختفي اليوم، المعاملات جلها لا تنتهي إلا بالرشاوي، فأين الإيمان؟ أين الإخلاص؟ أين الأمانة؟ أين النزاهة؟ الدراسة لا ينجح الطالب إلا بالغش. في البيت لابد أن تكون هناك مشاكسة، كم سمعنا من أناس خانوا زوجاتهم أو الزوجات خانت أزواجهم، كم سمعنا من المصائب بسبب الإهمال في المبادئ والقيم.
الجهات الست مسؤولة بأن تقوم جميعها ببرنامج مكثف مدروس كي نزرع القيم من جديد منذ نعومة أظفارهم. نحتاج إلى برامج مثل ما كانت في السابق في التربية والتعليم من خلال القصص المفيدة عن الأمانة وعن الصدق وعن التواضع وعن الاحترام وعن التعاون، عن حفظ الأمانة، عن الصدق. عليك بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله صديقا، وإياك والكذب. اذهبوا إلى البيوت واسمع كيف يعلم هذا الأب ابنه على الكذب. يأتي فلان عند الباب، أبوك موجود؟ يأتي هذا الولد أبيه، رجل يحتاج لك في الخارج، قل له أني غير موجود ولا أنا نايم. نعلمه الكذب من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر. نوعد أبناءنا ثم نخلف الوعد. لا نحتاج إلى هذه كلها المبادئ والقيم. فإذا هم محتاجون أول حاجة إلى المبادئ والقيم. رقم اثنين، نحتاج إلى القدوة الحسنة. نحتاج إلى القدوة تتمثل ظاهرة بين أيديهم. فإذا افتقدنا إلى القدوة الصالحة النافعة فإنهم سيقتدون بغيرهم. نحن نريد أن يروا القدوة الحسنة من قصص الصحابة، من قصص التابعين. نريد أن يراهم القدوة أمامهم الآن. إذا أردنا أن نعلمه الصدق فلنكون صادقين، إذا أردنا أن نعلمهم الأمانة فلنكن أمناء، إذا أردنا أن نعلمهم حفظ الوقت فلنحفظ الأوقات، إذا أردنا أن نعلمهم رعاية المسكين والمحتاج والضعيف وصلة الأرحام فلنفعل ذلك. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، لم تقولون ما لا تفعلون؟ إذن الأولى نحتاج إلى مبادئ وقيم، اثنين نحتاج إلى القدوة الصالحة، ثلاثة نحتاج إلى منهج متكامل، إلى خطة مدروسة التي تأخذنا إلى بر الأمان، فيها مخرجات ما نحتاج إليها كالإنتاجية والابتكار وحب القراءة وحب العلم وحب العمل. هذه الصفات نحتاج إليها، لأن الصفة السائدة والمشهود على أن المجتمع العماني الخليجي العربي مجتمع كسول، مجتمع يعتمد على غيره، مجتمع لا يعلم إلا أن يطلب ما هو حقي ولكن لا يعلم ما هي واجباته. عباد الله، الحديث ذو شجون وهو يطول ولا يكتفي بنصف ساعة، يحتاج إلى سنة وسنتين حتى نبدأ بأن نزرع البذور حتى نجني الثمار. فمن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن مشى في الطريق وصل. وهذه مسؤولية الجميع، علينا أن نحس بهذه الأمانة والمسؤولية، فإننا جميعا مشتركون في ذلك، مصداقا لقول الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالكل مشترك في هذا. فلنعمل من أجل ثلاثة أشياء: المبادئ والقيم أن نزرعها في أبنائنا وبناتنا منذ نعومة أظفارهم، أن نكون قدوة أمامهم يقتدون بنا قبل أن يقتدوا بغيرهم، ورقم ثلاثة أن نضع منهجا في المخرجات التي نحتاج إليها كالإنتاجية وحب القراءة وحب العمل والأمانة والنزاهة وغير ذلك. عباد الله، مجتمعنا ما زال بخير، ونحن نتفاءل عندما نرى الشباب وهم يتهافتون إلى المساجد. مجتمعنا ما زال بخير ونحن نرى شبابنا مقبلون على المحاضرات والندوات والدورات. مجتمعنا ما زال بخير ونحن نرى الآباء والأمهات والمعلمين والمربين وأصحاب القرارات وهم يتحدثون عن هذا الموضع. ولكن الحديث لا يكفي والرغبة ذاتها لا تكفي، علينا أن نحول هذا كله إلى عمل. فلننطلق بمشيئة الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نريد في هذا الموضوع أن يشترك الصغير والكبير، يشترك فيه التاجر الغني والفقير. التاجر يمول هذه الدراسات وهذه الورش وهذه اللقاءات، أصحاب القرارات أن يشرعوا منهجا يتفق مع هذا. ومع هذا كله فلنحمي أبناءنا ولنحمي مجتمعنا ولنحمي وطننا.
من الفساد الذي إن تركناه هكذا فإنه سيعيث في الأرض فسادا. ولنأخذ من قول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلنفعل ذلك كذلك حتى ننهي عن المنكر ولا نترك مجالا لهذا المنكر بأن يتغلغل في مجتمعنا حتى لا يفسد على ما نقوم به من الخطط. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه في موقع كتابه، حيث قال عز قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقي ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم رد شباب المسلمين اليك ردا جميلا، اللهم رد نساء المسلمين اليك ردا جميلا، اللهم رد امه محمد صلى الله عليه واله وسلم اليك ردا جميلا. اللهم حبب اليهم والينا الايمان، زينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، اجعلنا اللهم واياهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد بالحق رب العالمين. اللهم اسقنا من فضلك المدرار، اجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم انزل علينا من بركات السماء، أخرج لنا من خيرات الأرض، بارك لنا في ثمارنا وزروعنا، بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء برحمتك أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.